بس هي الفكره جت من هنا. حبيت اعمل حاجه تكون تشرف، شكلها ظريف، علاقتي كويسه بالناس اللي في الفندق. طلبت منهم ان انا اعمل انت طلبت حاجه، من اداره الفندق انك تبقى ان انا هعمل بوكيه ورد شكله جميل ويشرف، بحيث ان هو يتحط في واجهه الفندق في استقبال الفرقه. الناس الحمد لله رحبوا جدا، وعملنا فعلا حاجه بفضل ربنا كانت شكلها جميل جدا. و احنا كمان شفنا ما شاء الله الفندق نفسه عامل صور اللعيبه على هو فعلا كان الفندق حاجه عمل، الفندق اشتغل استقبال، وعمل شغل جامد جدا 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 على استقبال يليق فعلا بفريق كبير زي الزمالك. وهو الزمالك يستاهل كده واكتر يا كابتن. يعني كفايه بس ان بنشوفكم بنفرح، يعني مفيش، احنا كل حاجه حلوه في حياتنا مرتبطه بالزمالك كان اصلا. في يعني تواصل مع اللعيبه لما دخلوا الفندق ولا كان الوضع خاص طبعا علشان خاطر تركيز؟ التأمين وعلشان خاطر نسيبهم يركزوا في الماتش، ما كانش الموضوع يعني ما حبناش ان احنا يعني ندوشهم. احنا يعني هيصنا شويه، وقفنا الاتوبيس شويتين علشان خاطر نسلم عليهم، وبعد كده بقى خلاص. بس كمان اللي عجبني في الفيديو اللي انا شفته ان الجمهور قريب جدا من الاتوبيس بشكل كبير، كمان ما شاء الله اليوم مشي بشكل كويس، ايوه طبعا مفيش يا لا كابتن، مشاكل ولا ازمات ولا جمهور حتى الامن الزمالك، الصراحه تعامل بشكل محترم جدا مع الجمهور. جمهور راقي، والناس كلها كانت محترمه ومتعاونه. واحنا كل اللي عملناه يعني احنا طلبنا بس من الاتوبيس انه يقف عشان نسلم على الكباتن بتوعنا وناسنا وحبايبنا، ناس بنعيش وبنموت ما بنشوفهمش غير في التلفزيون. فيعني فرصه والله بجد بالنسبه لنا، وخصوصا ان يعني اللي الناس اللي ساكنه بره القاهره يبقى في واسكندريه، صعوبة شوية. فرصة طيب ان بقول انت لحضرتك تقابل حاجة، نجم بقول لحضرتك مش حاجة، قليل. جماهير الزمالك بتيجي من كل مكان، أنا شفتها طبعا كتير يعني في حياتي، الناس بتلاقيها من أماكن بعيدة وبتستنى باليوم باليوم اليومين عشان تتفرج على ماتش. بالظبط كده. يعني انا بقول لحضرتك، يعني انا مثلا انا بجهز في البوكيه من قبل الفرقة ما ما أنا تيجي أشوف بثلاث ده اربع تيجي.